وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال رحمه الله: ومن الأسباب رياضة النفس وتمرينها على هذه الأخلاق وتوطينها على كل سبب يدرك به هذا الخلق الفاضل. وهذا أيضا باب مهم جدا في كسب الأخلاق الفاضلة. الأخلاق لا بد فيها من رياضة. أحيانا ترى شخص ضعيف البدن ثم تراه بعد مدة وإذا ببدنه نشيط وقوي، تسأله يقول: مارست رياضة فأصبح بدني قويا. ترى شخصا ضعيف في الحساب والعد ثم تلقاه بعد مدة وإذا به ماهر، فتسأله يقول: مارست الرياضة، رياضة الحساب، حتى أصبحت ماهرا. وقل مثل ذلك في حسن الخلق. الخلق يحتاج إلى رياضة، إلى تمرين، تدريب للنفس،